انا بقيت منتشر في المحطات وفي داكشي، انا ما تعرف هاد الاستفاده ديالي انايا، ما شديت لا استفاده لا والو، باش نمشي نكري، باش نمشي نتكادى، باش اي حاجه بغيت نديرها ما عنديش. حسيت بزاف بالحقره بالظلم، بزاف حسيت بها، حسيت انا ضميري دابا باقي بحال اللي زاد لي حتى مرض نفساني. انا حتى دابا قاعد نترعى دابا وحدي. خرجني من الدار، ضربني على عينيا، تهجم عليا، تكرفس عليا بزاف، مشى شويه. في 2016 قلنا خصهم هاد الورقه هذه بعدا، لان في 2016 الدار اهل السقوط خصهم كاملين تخرجوا، وما بقاش صالحه للكراء، ما بقاش صالحه حتى شي حاجه. وهاد القيد هذا مشيت عنده انا، قال لي لا خصك دير نتايا، قال لي انت خصك تجي نخرجوا لك حوايجك. هادو بيخرجوني بيشردوني، انا ولد المغرب، انا مغربي. انا مرتي معايا كانت ديها بعد خطرت عند عمتي، بعد خطرت عند خالتي، بعد خطرت مره كل مره كنري في بلاصه كنريح، مره كنري في بلاصه. انا بعد خطرت كان بعثبتها في المحطه، شي خطرت بث في المحطه ومريض بالصرع، وعندي اكسجين كيمشي ليا من دماغي. عطوني حقي ديالي، انا بيت حقي، انا بيت حقي، ماشي بشي حاجه ولا انا خد تشوفوني كنترعد ولا شي حاجه، انا بيت حقي ديالي، بيت حق ديالي. السلام عليكم، اسم زويتين محمد، انا بغيت نعرف هاد الورقه فين مشات ديال استفاده ديور اهلي للسقوط، بغيت نعرف هاد الاستفاده فين مشات. هاد السيد تهجم عليا في الدار وضربني، بغيت ندخل الدار ما خلانيش ندخل، هو اختو وراجلها وبنتها وراجلها. ضربني هنا على عيني، انا مريض شويه، كناكل الدواء شويه مريض، ضربني هنا على العرق ديال العين ديالي، دابا مابقاش كنحس بالدوخه كتجيني مره. انا بغيت نعرف هاد الاستفاده ديالي ديال الدار فين مشات. قال لي خرج من الدار، وهو مالي حتى شي حاجه. شحال من عام انا الوالد كان ساكن تما في الدار، 1960، والوالده حتى هي كانت ساكنه تمايا معانا. انا كنت ساكن مع الوالده، ملي توفى الوالد بقيت ساكن مع الوالده، بقينا تمايا في الدار. شحال هذه 2016 جات العمران جات لنا العمران، قالت لنا الدار صالحه، الدار خصكم يخرجوا منها. حنا اربعه جيران، حنا اربعه الناس في ذاك الدار، خرجوا جوج الناس، بقينا حنايا. هو يقول لك خرج من الدار، انا بغيت نبقى بوحدي تما في ذاك الدار، بيسد الدار بحال بيستعمر الدار بوحده، وكان بغيت نبقى في الدار. وسي ضربني، شدني في الدم، بديت ندخل الدار عندي، ضربني قال لي خرج من الدار، جرى على مرتي، جرى عليا انايا. انا بقيت متشرد في المحطات وفي داكشي، انا ما تعرف هاد الاستفاده ديالي انايا، ما شديت لا استفاده لا والو، باش نمشي نكري، باش نمشي نتكادى، اي حاجه بغيت نديرها ما عنديش، ما عندي حتى شي حاجه ما عندي. وبغيت نعرف هاد الاستفاده فين مشات. ها هي الاستفاده، هي مضبوطه ومطبوعه وكل شيء. أمي توفات لي الله يرحمها، بقيت أنايا بوحدي، أنا والمرأة عندي. بقينا دابا قاعدين كان في الشارع، خرجني من الدار، ضربني على عينيا، تهجم عليا، تكرفس عليا بزاف، مشى شوية، ضربني على عينيا، أنايا شوية ناكل الفانيد، شوية ضربني هنايا في واحد الضربة هنا على راسي، دخلت تحت تمايا، جات الإسعاف هزتني. هو كيقول لهم راه هو اللي ضربني. هو كي خو مع اخت عن خمسة، هما انا والمرأة ديالي، هما خمسة الناس، ما دعيتو ما حتى شي حاجة. وتقول انا درتو بحال خويا، حيت انا هويا كان في الدار معايا، وداك الشيء كنت ديري بحال خويا. ملي كنا صغار كنا كنمشيو للبحر ونمشيو هادي، كان بحال خويا.
وهو انا ما نويتوش يدير ليا بحال هكا كاع نهائيا. انا ما نويتوش يدير ليا بحال هكا، انا نويت بحال خويا ديرو بحال خويا، واحد العقليه ديرو بحال خويا. انا كوبيت نضربو هاد الدول اللي كناكل راه نقول غنضربو. الناس كيعرفوني في شارع عرباط، كامل الناس كيعرفوني في شارع عرباط، كلشي الناس كلشي الناس سولتهم كيعرفوني في شارع عرباط. فقيت الدراوي كيعرفوني الناس كاملين، انا اقدمهم 1960 ايامات محمد الخامس ثلاثه الملوك اللي مدوز. وهاد السيد هذا جا تيقول داري ما داري ما داري، حنا ما عرفتك انا عطيتك شي توصيل تاع الكرا، عطيتك شي مخلصك ما مخلصك ما والو، علاش تضربني؟ علاش تضربني؟ ما تضربنيش. دابا بحال ضحك تاع المخزن، ضحك على المخزن وضحك عليا انايا هكاك هباء منطوره، ضحك على المخزن وضحك عليا انا. انا المخزن ما استجبنيش، ما هدرش معايا المخزن، قال ليها مالك ولا شي حاجه ولا هادي ولا هادي، ما قال لي حتى شي حاجه. يقول لي سير تمشوا للجلسات، تيقول لي سير 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 تمشوا للجلسه. كندخلوا للجلسه تيقول سير سير. تحت جوج خطرات في الجلسه، تحت خطره الاولى وتحت خطره الثانيه. انا عندي الصرع مريض، ودابا انا 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 حسيت بزاف بالحقره بالظلم، بزاف حسيت بها. حسيت انا ضميري دابا باقي بحال زادني حتى مرض نفساني. انا دابا قاعد نترعى دابا وحدي، ابو وحدي يديك ترعالو، بحال حسيت بالحقره، حسيت بالظلم. انا عندي مرتي دابا، انا حسيت بحال لي خبيت اللوح راسي في البحر، بحال بغيت نطاحر. انا ابو وحدي بغيت نطاحر، هو هذا السيد هذا هو اللي تسبب لي في هذه المشاكل كامله. هذا السيد هذا وراه كيمشي للجامع وكيصلي وكذا وكادي وهادي، وبحال يدير داكشي ديرو بحال دفات، داكشي ديرو بحال دفه، ما هو مع عينيه في الصاله لا حتى شي حاجه. كيبين لبنادم راني كندير وكذا وهادي، هو ما كيدير حتى شي حاجه. انا كنعيش بحال المتشرد، بعد تنعيش بحال دابا. انا دابا فين بغيت نمشي؟ انا ود البلاد، ود المغرب، انا مغربي مغربي وكنحس بالوطنيه ديالي. ولكن انا باش الناس هادو اللي حكا ما كيعطونيش تهميه، ما تمشي المحامي، ما عنديش باش ندير، وما عنديش باش ندير اي حاجه، ما عنديش باش نديرها. انا ما عندي حتى شي حاجه. دابا سرق لي هذاك التليفون ديالي، كان في جيبي، سرقوا لي. كنت كنهضر مع العائله، وكنت كنهضر مع الدار، وكنت كنهضر مع سرق لي كل شيء. دابا اوراقي باقين في الدار، حوايجي باقين في الدار، كاين هذه شي حوايج باقين يتشدوا في الدار، مستحيل حوايج عمرهم يبقاو في الدار ديالك انت. على انت باش تمشي تلبس وتمشي تمشي للحمام ولا بتمشي؟ دابا خارج من الدار حاليا، دابا انا خارج من الدار واش عندي عليا حوايجي في الدار؟ ملي كنمشي عند القيد كيقول لي سير جيب نخرجوا لك حوايجك، تيقول لي نخرجوا لك حوايجك. وهاد الورقه هذه ديال الاستفاده في 2016 قالنا خصهم هاد الورقه هذه بعدا، لان في 2016 الدار اهل السقوط خصهم كاملين يخرجوا، وما بقاش صالح للكراء، ما بقاش صالح حتى شي حاجه. وهاد القيد هذا من شفت عنده واش قال لي؟ قال لي لا خصك دير نتايا، قال لي انت خصك تجيب نخرجوا لك حوايجك. هادو بيخرجوني بيشردوني، انا ولد المغرب، انا مغربي، الملوكية ديالي، محمد السادس الله ينصرو. وتنشوف تنشوف هاد السيد تعدى عليا بزاف بزاف بزاف، ماشي شوية، واخته وبنتها وراجلها وكلشي، خمسة هما. انا ماشي انا ما دايرش داكشي انايا باش نجيب خمسة الناس ولا نجيب عصابة ولا نجيب كذا، لا، انا ولد امي وبا، انا ولد عائلة، وباش نتشرد بحال هكا نطيع حشومة حشومة. دابا كنطالب باستفاده ديالي، عطوني ديالي باش نمشي نكري لمرتي، مرتي نخليها في الشارع، راه مرا هذيك، راه ماشي سميتو، راه مرا. انا دابا مريض، كنا كنطالع مع الفانيد، كان عاد ناكل الدواء. وفين فين نمشي؟ نمشي نتشرد، نمشي نموت. كان دابا كنحس بعد الخطر بالحقره، كنقول صافي نحرق راسي نموت كذا، اي حاجه نديرها، اي حاجه اي حاجه. عطوني حقي، عطوني حقي في هذا المغرب، انا اللي عايش في هذا المغرب شحال من عام، انا يوم دوت فيه شحال من عام. عطوني حقي ديالي، انا بيت حقي، انا بيت حقي، ماشي بشي حاجه ولا انا خا تشوفوني كنترعد ولا شي حاجه. انا بيت حقي ديالي، بيت حق ديالي، بيت حق ديالي. ملي كنمشي عند شي ناس كنقول لهم حبيت حقي ولا هذا ولا هذا، كيقول لك ما تيستقبلوكش، ما كيعبروكش، ما كي بحال انت لعبه في النظر ديالهم، انت لعبه، انت ماشي انسان، انت ماشي بنادم، انت ماشي حتى شي حاجه. انا مرتي معايا كانت ديال بعد خطرت عند عمتي، بعد خطرت عند خالتي، بعد خطرت مره كل مره كنريح في بلاصه، كنريح مره كنريح في بلاصه. انا بعد خطرت كنبعت بالطاف في المحطه، شي جوج خطرات بت في المحطه، ومريض بالصرع، وعندي اكسجين كيمشي ليا من دماغي.
الاكسجين اللي كيمشي ليا من دماغي ما كنقدش، انا كنقدش على الشمس. دابا الشمس كضرني، لما درت شي كاسكيطه وداكشي كضرني الشمس، ما نقدش نهبط للمرسى، ما بقيتش قديت نخدم. وهاد كورونا زاتني تاد كورونا، ما بقيت صافي، تازمت واحد التازيمه لي لا لا حيله لها ولا سيده. ما كاين، ما عنديش فين نمشي، كنشوف فين نمشي، كنديرها كنديرها، ما كان ما بقاش عندي ديك الحيويه دي باش نمشي لشي بلاصه، ولا نمشي ننتج عند شي واحد نقول لي راه انا دارني هذه ودارني هذه. كنحشم، ما كنقدش نطلب بنادم ولا نقول لي شي حاجه. شي محسنين كيعرفوني هما، ياك عرفوني في الدار ولا كيعرفوني في هذه، راه هما اللي كيديروا معايا مزيان وكيتعاونوا معايا الله يخلف عليهم، الله يخلي لهم وليداتهم. هذوك الناس بعدا روح مع كما كانوا بحال دوك الناس، كل المغرب كامل تبردا. راه حنا ماشي، انا كنقول لك انا ضميري ضرني دابا. هذيك المره اللي عدي المره عدي، ماشي حيوان ولا شي حاجه، راه مره هذه تنا بيتها تكون احسن لابسه وتكون بخير وتكون هادي وتكون كذا. راتي ان بنيتها ضميري قدامك، نجري حدا كنمرض كنريح تما حدا كنمرض، ما كنقدش نريح قدامها، ما كنقدش نريح. واي واحد دابا هو يكون محامي ولا يكون قاضي ولا يكون اي حاجه، ما كنقدش نريح قدام مرتي هو يدير فيها بحكايه. شوف فيها انا ما كنقدش، كنهرب كان بنهار. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.